أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من برنامج احكي بالون بتوابل الكروية ولكن بتوابل رياضية لها صلة وعلاقة بلعبة الجيدو، بقضية كانت نصرة للقضية الفلسطينية. فوجد نفسه وهو كمدرب رفقة بطل اسمه نورين خارج أسوار حلبة أو بساط رياضة الجيدو. نتوقف أيضا للحديث عن جمال الماضي تحضيرا لمواجهتي تصفية كأس إفريقيا شارجوان، والحديث عن الدرب العصيمي بين المولودية والاتحاد الذي اتسم للاتحاد في قمة أوفت بوعودها ما تعلق بالندية ما تعلق بالإطارة التي عرفها تاريخ الدربيات. ونتوقف للحديث عن لونتونت عن اليساس الذي أقصي بشرف في كأس رابطة أبطال إفريقيا، كما سنتوقف للحديث عن مواضيع أخرى متفرقة ومتنوعة لا صلة وعلاقة طبعا بالقسم الثاني مجموعة وسط هواة شرق مجموعة وسط هواة غرب. للحديث عن كل هذا تشرف طبعا باستضافة أمين عزوز الإعلامي والناقد الرياضي. أمين عزوز أهلا بك، شكرا لتلبية الدعوة. الله يفيك أخويا كمال و... صافي بليزير كراني في البلاطو تاعك. شكرا جزيلا لك. عمر بن خلف البطل الاولمبي والمدرب السابق للمنتخب الوطني للجيدو حاضر معي طبعا في هذا البلاطو للحديث عن كرة القدم لأنه خريج أيضا الجامعة الجزائرية ما تعلق بالتربية البدنية ماستر، سيتحدث عن الرياضة سيتحدث عن الجيدو ولكن سيتحدث أيضا عن لعبة اسمها كرة القدم بما أنه مناصر وفي لفريق اتحاد الحراش. عمر بن خلف البطل الأولمبي سعيد أن تكون متواجد معي، شكرا لتلبية الدعوة. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة هذه خويا كمال. شكرا جزيلا لك. مصطفى مازا اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي الذي ألفتمه طبعا في عديد البلاطوهات. مصطفى مازا سعيد أن تكون متواجد معي. هذه غيبة ماك تعيط ماك تقصي خويا. والله سعيد أنا كذلك كمال مسرور بوجودي مع الإخوة الحضور عمار البطل الأولمبي وكريم عزوز معرفة تاع كي كنت مازالني اللعب. بالفعل كما ذكرت مصطفى مزا بطل الأولمبي بمواقف تاريخية وبمواقف رجولية وبطولية عندما كان طبعا بطلا في البساط وخارج البساط رفقة فتح نورين نصرة للقضية الفلسطينية. إلى أين وصلت قضية فتح نورين وقضية عمار بن يخلف؟ هل هنالك اتصالات؟ هل هنالك مفاوضات؟ هل هنالك طبعا تحري من طرف الاتحادية الجزائرية لريادة الجيدو أم أن الأمر أو الملف أغلق رغم أن الجزائر دولة وشعب وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ لكن للأسف وجد نفسه عمار بن يخلف رفقة فتح نورين خارج أسوار البساط لأسباب تبقى مجهولة سنفصل فيها طبعا في الجزء الأخير. البداية طبعا نبدأها بالمنتخب الوطني وببيان الفاف. محمد أمين عزوز كيف قرأت بيان الفاف الأخير؟ هي أنا في التصريحات تاعي الأخيرة كنت قلت بلي كان غموض في التصريح ما قبل الأخير تاع الفيدرالية، الأمور ما كانتش واضحة. قلت لابد مدام كان تكلم وزير شباب الرياضة في هذا الموضوع وتكلم رئيس الفاف وكانوا كل يعني المسؤولين تكلموا على هذه القضيه. وبعدين شفنا باللي يعني خرجوا بيان ما كانش واضح، مش تفهموا باللي يعني الدوسي تغلق ولكن خلاو نقطه استفهام لان لما يتكلم يعني في البيان بدون لا كرونولوجيا ما هذا لافون ديرني بارك الله فيك. لما انت وزير يقول لك باللي الدوله وعندنا ملف ثقيل معناتها ملف ثقيل معناتها في ادله وحنا حبينا نعرفوا واش كاين في هذاك الملف. صحيت واحد ما قالنا واش كاين في هذاك الملف مادام القضيه كانت مازال ما درسوهاش، دونك ممكن نخلاو الامور حتى تدرسها الفيفا باش يخرجوا لنا بيان. كنت قلت انا قلت لك في تصريحاتي الاخيره باللي حان الوقت باش المسؤولين هما اللي يتكلموا ويقولوا يوضحوا لنا الصوره. جاء بعد ايام جاء البيان هذا الاخير تاع الفيدراليه اللي بين لك باللي القضيه على حسب مش فهمت انا في البيان الاخير فهمونا واش داروا في القضيه وفهمنا باللي ما كاش دليل مادي في الملف والدليل المادي هو الشيء الاهم. صحيح. باش تطمع باش الجزائر تتاهل وتعاد المباراه طبعا ولا تعاد المباراه لا المباراه ما لا تعاد يعني لما يكونوا اخطاء تحكيميه. صحيح. ولا دابريسياسيون تاع الحاكم المباراه لا تعاد، المباراه تعاد في حاله واحده سواء الحاكم
يعني كان داخل في ان كومبلو، الفريق الخصم يعني كانت فيها رشوه او شيء من القبيل، او طرف اخر رشا الحاكم مثل بار اكزومبل هذوك لي بارير اكسيتيرا، ولا اخطاء تحكيميه اخطاء تقنيه. لازم نفرقوا بين التحكيمي وخطا تقني، بين الخطا التحكيمي والخطا التقني فرق كبير. واش معناتها الفرق الخطا التقني؟ وشنو هو؟ جيت. مثلا ما تحترمش قوانين اللعبه، بار اكزومبل سور اون توش، بار اكزومبل كانت اون توش تسجل الكره راحت مباشره الى الشباك، هنا كاين خطا تقني باسكو ما كاش توش، ما تماركاش ديريكت. انت شو ما تحتاج جديد في هذه القضيه؟ عاد ربما توضيح الرؤى للراي العام. سنعود لا وفي في في ثاني في دو دو سكوند تفضل. البيان هذا راه يبين لك بلي القضيه مازالها مفتوحه، ما كل شيء ممكن على حسب البيان، حسب البيان. مصطفى نعم. مزق بالبنجاء عمر بن خلف طبعا كان متابع، كيف قرات البيان؟ أول هل فيه خلينا نقول لك في البيان في اشياء لم تكشف، ام انه البيان وضح كل شيء في هذه القضيه حتى يتم يعني اعطاء الايضاحات للراي العام للجمهور الرياضي في ظل انه الانباء كانت متضاربه حول ملف المنتخب الوطني؟ هو البيان اولا هي كرونولوجيا كل ما حدث منذ 29 مارس، يعني منذ المباراه، يعني وشنو المراحل اللي قامت بها الفيدراليه باش توصل الى هدف اللي هو على الاقل تكون عندنا قرار. لكن بعد كل هذه المراحل لحد الان الجزائر لم يصلنا حتى قرار حتى يعني بيان لجنة التحكيم الأخير تاع الفيفا ما كانش قرار، ما شفنا حتى قرار، لأنه لكن البعض خرج لنا وقلنا الملف، قلنا لكم ماشي قرار، قلنا لكم بلي المباراة لن تعاد، وقلنا بلي الملف أغلق نهائيا، وحنا قرينا القرار ماشي ولا شيء. القرار يخرجوا لك لي فيو نظر كانت إرسالية، خليني نقول كانت إرسالية مصطفى مزار. نعم نقول لك أنه لما يكون قرار صحيت يكون عندك حق الطعن. اليوم ما في حتى قرار، يعني يقول لك بلي القضية تاع الجزائر مع الكاميرون مغلقة نقطة إلى صدر صحيح، يعني بقوا هكذا بقوا الأشياء مبهمة. شوف الاتحاد يتأخرت في هذا البيان ولا هذا المومو اللي تدير في هذا البيان دو لا ما كاش أشياء أخرى، ما كاش أشياء أخرى اللي تقدر تديرها إلا القضية تاع أولا تظلم كمال نتكلم، لما تكون التظلم فيه جهة اللي راهي مظلومة هي بين الجزائر، لما تكلم لي كذلك على على التحكيم وكيفاش يقولوا الأخطاء التحكيمية والتقديرية كمال، أنا قلتها في البلاطوات كمال، لما تكون خطأ تقديري لقطة ولا اثنين ماشي سبع لقطات من لقطات تاع لقطات خمسة، هذا تولي تعسف والحكم الحكم غير كمان من مجريات المباراة وغير من نتيجة المباراة. يعني لهذا نقدر نقول لك أنا كمان سامحني في هذه القضية، هذه فيه جهة ظلمت كثير وفيه جهة اليوم اللي هي جيد. طبعا بكاري قسم مؤخرا الاتحاد الليبي بعث بإرسالية للكاف يؤكد بأن هذا الحكم هو حكم مرتزق وخائن للأمانة، وهذا حكم هو حكم المهمات القادرة عمر بن خلف. كيف باش تتبع القضية كبطل أولمبي كمتابع كمواطن كمحب للمنتخب الوطني بكل صراحة؟ أنا أولا كمواطن جزائري وكما أقول لك كاع الجزائر يعني طامع إن شاء الله باش تكون فيها حاجة خبر مفرح للجزائريين، وكمناصر الفريق الوطني كما تفضلوا واش هضروا الإخوة الفيفا بعثت إرسالية، هي ما فصلتش في القضية بعثت إرسالية بك، بصح كما يقول لك باش تفصل القضية كما يقول لك لازم تصدر الحكم صحيح، اسكو تعاد المباراة ولا ما تعادش، تماك وين حنايا عندنا الحق باش نديروا طعن صحيت فهمتني. دوك هو الفيفا هي مدت إرسالية بك، مازال ما فصلتش في القضية تاعنا في القضية تاع المنتخب الوطني، والقضية راهي مفتوحة لحد الآن على حسب واش على واش مفتوحة إلى غاية الساعة، النقاش مفتوح. عمر محمد الزوز أنا باش ما نغلطوش الرأي العام، هذيك الرسالة هذيك تفهم فيها بلي على حساب لا كوميسيون دي زاربيت على لا فيفا ما كانش تجاوزات اللي يعني غيرت كما نقولوا ما اثرتش على هذوك وصاحبو يبينوا باللي ما كانش لي فوت بزاف ما كانش تكون انتقاد. خلينا نكمل ليدي برك، خلينا نكمل ليدي. انا بور موا هذاك البيان هو يبين باللي ما دام لا كوميسيون دي زاربيت قال لك باللي الحاكم يعني ما خرجش على النطاق تاعو ما حبوا يبينوا باللي ما كاش لي فوت، لو كان الحاكم اربيترا نورمالمون واش راح تستنى نتايا؟
انا نقولها من الان المقابله ما راحش تعاد باش يكون في علمك. والكاميرون متاهل لكاس العالم دو توت لي فانيير. هذا الكاس العالم هذه المام البنا تحرحت لنا ما يمكن تروح بهذه الطريقه ما عندها حتى بنا. باسكو ما تنسى الشيء مالغري احنا الاهم دوك بالنسبه لا بارتي الجيريان يعني وشنو هي اعاده الاعتبار من ناحيه سو بلون مورال. صافي دير هذا الحاكم دار اخطاء ظلمنا دار اخطاء ظلم المنتخب الوطني. صافي دير دوك حنا المهم لينا حنا ماشي المنتخب الوطني تاهل المونديال. ما راحش يتاهل المونديال ما راحش يلعب المونديال. هذه غير كون لازم قصه وكان جات شي كيما بالسهوله اللي تحكي فيها لا. كانت في الوهله الاولى تقول لك باللي اليوم المباراه فصل فيها الكاميرون متاهل او قال لك الحاكم وكيقول لك الحاكم ما خطاش وما اثرش على النتيجه وش حبيت معناتها هو يقول اسمعني هذا يكفي. اسمعني اسمعني امين حنا لعبنا شويه كره القدم هيدا نعرفوا الحاكم لما يكون هذا الحاكم هذا جاء بانور دو ميسيون جاء بتقريب مهمه فهموا حاجه سمحني. لا بس انت فهم حاجه باش ما ندخلوش في الشعبويه. لا 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 المقابله المقابله الهدف الثاني تاع الكاميرون ماشي قصامه راح سجل الهدف. معليش بس اسمح لي الخطا كان تقني. كيف تحكي على الهدف الثاني؟ انا نقول لك لو كان ماشي الدفع على مندي ولو كان ماشي الخطا ما كناش نوصلوا الى الوقت الاضافي. نجاوبك على هذا انا راني معاك ما انا تكلمت على الخطا تاع الهدف الاول ولكن في الاحتكاك لو تولي الصوره من الاول لاعبين كان هذا حكم هذا باش نتفاهموا. اسمح لي خليني نكمل. شوف القانون جديد. لا 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 القانون قانون نعم. ما كاش لمس ولا تلامس صحيح. داخل منطقه الجزاء صح مندي كان ما كاش. اسمح لي قبل ما ينفذ. لا لا شوف الحقيقه قال لما تعاود تشوف الصوره مندي كان حاكم في اللاعب يعني شو ان الحكم لم يخطئ محمد من عزوز. اسمح لي دوك تفضل تفضل احنا شفنا لا دوزيام بارتي لاطاكون تاع الكاميرون مادام هو كان شايد واللاعب تاعنا مشايدو طبعوا بور سولي بيغي هذه تصرف في الفوتبول. لا 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 عامل سبحان الله عاود شوف الصوره من الاول. اسمح لي الصوره معليش تقول بس اسمح لي كاين خطا ما تقوليش ما كاش خطا. ما تقولكش ما كاش خطا والخطا الاول المباشر جاي من من حارس المرمى ما تهربوش من الحقائق. وانا واش حبيت ما خلانيش نكمل الفكره. معليش معليش كي تلقى البالون نعم وكيجيك انت يا ان بوا كيجيك ان بوا يا مصطفى احنا ما نصيبوش غير الاسباب. احنا ربحنا في الماتش هالي كان عندنا توت لي شونس باش نجو هنا ونسير المقابله كيما نحبوا احنا. انت يا باش يماركيو لك 20 سكوند باسكو لي جوار دي كونسونطراو كي غاليزينا خلاص كنا باختصار عاود رجع لي لامبار شرح الامبار. انا نو انا واش حبيت نقول كمال باختصار ما لحقناش لي 20 سكوند ماكش تخليني نكمل خليني نكمل ليدي مصطفى ليدي برانسيبال واش حبيت انا نجو ميساج باللي احنا ماذا بينا الان قصمه يتعاقب ما نروحوش المونديال باسكو ما كانش نازيه في التحكيم تاعو. امين هذه هذيك لازم يتعاقب. لا 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 مورال سا ستراتيجي بيان. اسمع لي امين كي تكلم نتايا على الحكم قاسمه وتقول لازم يتعاقب معناتها وشنو؟ معناتها دار اخطاء معناتها اثر على جهه. لا بصح معناتها غير من خليك ما غيرش. امين لا لا امين لا ما غيرش خليك كمل خليك كمل. امين معليش الحكم غير من نتيجه المباراه وسي المباراه فاش غير فهمني فاش غير. انا لسه باش نعرف فهمني فاش غير. لجنه الانضباط هي اللي تقرر هي اللي تقرر هو قام باخطاء بصح بالمباراه باش تتعاود المباراه لازم تكون ادله ماديه على الرشوه. هنا تكون الا كان فيه دليل على الرشوه وسمح لي فيها امل طرح عليا بصح الا كان بروبليم على سبب الارساليه راح يكون عقوبه. انا نقول باش ما نحتاجش كلمه فقط تفضل مصطفى باش نعاود للوليد. كاين يا اخي كاين الفار وي صح الفار وشنو علاش دايره سي تان اسيستون تحكيم اسكو في اللقطه تاعو انا عاود ولا الحكم الى الفار. نعطيك الجواب ما ولاش ولا الا في لقطه واحده تعمل كي سليماني سجل الهدف. خليني نعطيك الجواب. انا درت انترفيو مع حلالشي فهمنا كاع هاد الامور في الفار. يا اخي الفار يكون في اتصال مباشر مع الحكم بوندون كاع المقابله صحيح. وقت المقابله باختصار دونك احنا واش يهمنا نعرفوا اسكو الفار عيط له هو قال لهم سي با لا بين ولا هو هضر مع الفار وقالوا له شوف هذيك هما قالوا له سي با لا بين ما كاش خطا. دونك هنا لازم تدخل في لا ديسكوسيون كي ليافي ما تقدرش تعرف هاني انت هاني هو هاني انا يعرفوها غير لا فيفا لا كوميسيون تاع لا فيفا ولا كانوا اونيت. نقدر نقول لك كاين اربع حالات يقدر يعاود يولي فيهم الفار. استنى ريبوندي لك. كاين اربع حالات كاين ضربات الجزاء كاين الاهداف الملغاه كاين الكارت الكارت الرجوله الكارت جون
مصطفى مصطفى انت في الفون تاعك على بالك باللي الجزائر ما راحش تلعب كاس العالم، علاش نقعدوا ندوروا في حلقه هكذا مفرغه؟ الماتش كان في يدك انت، احنا كسوسوا من الناحيه التقنيه ولا الاداريه ما عرفناش نسيروا هذه المقابله، هذا الشيء اللي حضروا المباراه اللي هي اللي توقع. هذا تبقى رغم ذلك نجاوبوا في دقيقه في دقيقه. اسمح لي كمال، قال لي لو كان يتعاقب قصامه كيفاش يتعاقب والمقابله ما تعاودش؟ ولا الجواب شنو هو؟ مادام قال لك ما كانش حاجه اللي اثرت على نتيجه المقابله، يكون باللي شافوا باللي دار اخطاء تحكيميه ما اثرتش على المقابله، يسونكسيونيوه كيما يسونكسيونيوه انا ربيت لي جوج في دا ماتش. طبعا كيف تفسر محمد امين عزوز مصطفى مازني جوج فالازيز بيان ارساليه الاتحاد الليبي فيما فعله الحاكم في مباراه امس الاتحاد الليبي مع اولون دو بيرات مصطفى مازا؟ انا نفس الشيء حاكم تاع المهمات القادره عليه نفس الشيء. هذا الحاكم يمثل الفساد راه موجود في الكاس. نزيد نقول لك هذا الحاكم هذا الحاكم لو كان ما صراتش الحادثه تاع اورلاندو بيرات مع الاهلي تاع الليبي كان هو يدير النهائي. كل شيء ممكن، كان هو حتى هكذا كل شيء ممكن قادر يديروا النهائي. خليني نقول لك كان هو يجي كيف بدا قوى عليه الحسم المباراه تاع البارح. احنا شفنا المباراه وشفنا ضربه جزاء اللي لغاها، زعما عاودوا للفار زعما هاوش اني رحت للفار ومن بعد اخذ القرار، هو اللي اخذ القرار رغم انه كانت فيه ضربه جزاء شرعيه للاتحاد الليبي. ورغم كان امين عزوز يبقى النادي الحكم قام باخطاء فاضحه وجاء بغض النظر الاخطاء التقنيه وعدم التحضير الجيد للمباراه، لكن الحكم كان في موقع نجي لعمر بن خلف. يعني جايك على جازو كاين نقطه حبيت نعرفها. دونك هذا هذا الاربيت راه مازالو ياربيتري، هو راه هو كان كان قضيه شائكه تاع الجزائر تاع مباراه الجزائر مع الكاميرون ومازال هو ياربيتري. انا على حسب واش نشوف سما الملف الملف هنا ولا لي بروتيجي لا الجزائر لي بروتيجي. انا ما عندك شك، ما عنديش شك ولا عندك شك. امين لازم سامحني، امين انت مخضرم لازم تفهم، سامحني انت انسان مخضرم تعرف كره القدم ما تكلمش فيها. سامحني ما تقوليش انت زعما شغل عندك شك باللي هذا الحاكم ما راهو بروتيجي. هذا الحاكم هذا ما بروتيجي نقول فيها سبحان الله. صح انا هذا شيء باين، هذا مازال ياربيتري ومازال ما فصلناش في قضيه ومازال ما صدرش الحكم عليه وراهو ياربيتري. راني نقول شيئين مختلفين. راني نقول باللي ما نطمعوش الشعب تاعنا باسكو كاس العالم ما راحش نلعبوها، هذه الشيء الاول. ثانيا راني نقول باللي الحاكم ما كانش منصف مع المنتخب الوطني، ولكن المقابله احنا ما عرفناش نسيروها مالغري هذيك الاخطاء كاع. الفريق تاعنا في الماتش هذاك ما كناش في المستوى، درنا خطا فادح في الثواني الاخيره ما تخليش قال المنتخب الفريق كيفاش سيد دارتوش الاخر دار سونت الاخر ضربها بدماغ الاخر دخل بها. وين كنا؟ القضيه محمد امين عزوز سندافع عن القضيه، نؤمن بقضيه نظلمنا مثل قضيه عمر بن خلف الذي ظلم في قضيه لما تدافع على القضيه لازم تامن بالقضيه لازم اخر لازم تدافع لما تدافع. نعم كان دي كونسونتراسيون تاع لي جوار ما لازمش تكون في مستوى راح لهم التركيز خلاوه دار والناخب الوطني عمار الناخب الوطني دار اخطاء. انت يا فاند ماتش دخل لي بالفوديل، واش يدخل يدير بالفوديل فاند ماتش؟ سبحان الله كانت اخطاء كبيره من ناحيه التقنيه. اون مونكي دميتي في لاجيستيون تاع لا فان دو ما، هذه لو برومي فولي بصدير الاخطاء كانت من عندنا. لو كان احنا كنا في نهارنا الشعب كاع شاف بلي ما لعبناش مليح قبل هدف التعادل كنا 0 خاسرين. كيفاش ما لعبناش مليح؟ وصلنا الكون. اسمح لي قلنا بفرصه تقول لي بلي لعبنا مليح، عندنا مباراه مليحه. معليش بسمح لي الكاميرون اسمع، عندنا مباراه في المستوى الكاميرون ربحتهم في الكاميرون. معليش ما عرفتش ما تصحش هذا ربما ما نقولكش لا جامي كل ما ماتش سمح حبيت تقول لي بلي لعبنا مليح ما قبلش واش ديال الكاميرا واش ديال الامير؟ اسمح لي كنا شادين كروشنا يعني علاش ما كناش موفي. نعم سجلنا اهداف رفضها الحاكم كانت ضربه جزاء. واش من الاهداف؟ كانت خطا باليد سبحان الله. عاودنا شفنا بشهاده حكام جزائريين مخضرامين سبحان الله، بشهاده زكريني وبشهاده بيدو. نعم كيفاش وما محلال شي كانت اون فوت. معليش لا ما كذبوش على روحنا. الخبره اللي جات هلا في دراجه احنا وني با فير بلي اسمح لي احنا ما عندناش روح الرياضيه. كاين الحقائق توقال. امين الخبره اللي جات هلا وعلاش نهربوا؟ علاش نهربوا من الاخطاء كما شنقولوا تكنيك وطاكتيك على تاع الناخب؟ الناخب الوطني دار اخطاء من ناحيه التقنيه في جوار. امين احنا ماش ديرو كونستا على لونترينور، حنا نتكلموا على باين تاع فاف ونتكلموا على ملف دون كما قلت انا نوافقك لا نبيع الاوهام
ولكن فيه أمل عندنا نأمن بقضيتنا لأننا نظلمنا يا أمين. اللي قاتل روح اللي قاتل روح لما يروح يشارع نعم. عنده بصيص الأمل أن يخرج بري في القضية هذه تعرفوا أنت اللي منظلمت في بلادك من الحاكم جاء في مهمة قضية لا أختمل هنا وقتش نوافق خويا كمال وراني معك 100% في 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 انسول كيفاش نقوله في 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 انسول بوان اللي هو لما الملف تاعك يكون تاقيل وعندك دلائل كي انت ما عندكش دلائل راح تقول لي انت الحاكم حاكم حاكمها وقال لك مازال واش قال لك مازال قبل قال لي انت مخدر بارك الله فيه باسكو كوميم اون اونسيان في الميتي ما شاء الله كاين اربيتراج فيسو يعرف كيفاش يجي يخسرك الماتش بصح هذاك الحاكم اللي جاي يخسرك الماتش انت يا انت يا لا خليني مانيش مهد الاخر انت مالغري الحاكم جاي يخسرك انت 20 سكوند كنت مؤهل سجلت هدف تعادل مصطفى مازا سعودي لك انت راك مفوكاليزي غير على 20 سكوند انا قلتها لك من الاول لو كان ماشي الهدف والاخر خطا اللي على بندي وعلى على مبولحي كنا ما نوصلوش جيد مصطفى مازا محمد امين ازي الفاصل الفاصل مصطفى مازا مصطفى مازا وقت الفاصل محمد امين ازوز سعودي لك رفقه تاع عمر بن خلفه مصطفى نقاش رائع الرأي والرأي الآخر دون بيع الأوهام ولكن نؤمن بالقضية إلى آخر رمق رغم أن الملف ليس بالملف الثقيل ربما الأيام القادمة قد تكون ربما أدلة وإن لم تكن فليست نهاية العالم. في الجزء الثاني سنتوقف للحديث عن الدربي العاصمي الذي جمع المولودية والاتحاد كيفية تسويق هذا الدربي هل الدربي وفى بوعوده من ناحية الفنية والتقنية إضافة إلى أشياء أخرى متعلقة بهذا الدربي رفقة طبعا دور في هذا العدد ابقوا معنا تذهبوا بعيدا.